اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا احسن متابعين واحسن ناس في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بخير. انا قلت بقى رمضان قرب، كل سنه وانتم طيبين. فكان عندي كنافه في الفريزر، فقلنا ناكل كنافه يعني نقرب على نفسنا رمضان. اول حاجه نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيلو كنافه عندي كان في الفريزر. كويس، الكنافه دي عشان انا اعملها بطريقتي لازم تكون في الفريزر، ما تكونش لسه جايه طازه. يعني تحطيها حتى لو انت جايباها طازه وعايزه تعمليها بطريقتي، لازم تكوني حطاها في الفريزر وتطلعيها من الفريزر تفك وتعمليها زي ما انا هعمل كده. بصي 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 اهي، انا عايزاها كده، عايزاها متقطعه قوي. بصوا ممكن على فكره يعني ايه اللي هيستصعب او عايز يعمل بسرعه قوي او كده، ممكن يعملها في الكبه، يسيبها تفك، واول ما تفك يروح ضاربها ايه ضربه كده في الكبه. انا عايزاها كده، شايفين ناعمه ازاي؟ انا عايزاها دي. دي مش هتعمل معاكم كده الا لو حطيتوها في الفريزر وطلعتوها وهي ايه يا دوبك بتفك كده، تروحوا عاملينها كده. لان انتوا شايفين بصوا ناشفه عندي ازاي، هو ده اللي انا عايزاه. بصوا يمكن تسمعوا صوتها وانا بعملها اهي، عشان تديكي نتيجه كويسه ان شاء الله. زي ما بقول لك كده لازم تتحط في الفريزر وتطلعيها، اول ما تبتدي تفك، مش تفك خالص وتطرى، لا اول ما تبتدي تفك وايدك تستحمل تمسكها وتقطعها تعملي كده. هنقطعها بقى كلها ناعم قوي قوي قوي، وهوريها لكم بعد ما اقطعها. بصوا يا حبايبي، بصوا بتعامله زي الرمل ازاي، بصوا بس زي الرمل، هو ده اللي انا عايزاه كده. تفركوها كده او زي ما قلت لكم تعملوها مستصعبينها يعني، او يعني عايزين تخلصوا في الوقت تعملوها في الكبه تديكي نفس النتيجه. خلاص اهو، اول حاجه انا عملت الشربات عشان انا عايزاه يبرد خالص. فالشربات كان ايه، كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، عصره ليمونه، واحده فانيليا بس، وسبته يبرد. عملته في الاول وسبته يبرد. خلاص انا كده ايه خليت الكنافه بتاعتي زي الرمل اهي. حط ايه، حط كوبايه الا ربع سكر بودره اهوت، وهحط واحده فانيليا. تمام كده، اقلب كله مع بعضه. عندي دلوقتي كوبايه ايه سمنه الحقيقه كوبايه سمنه بلدي. طبعا اللي بيعمل دايت ما ملوش اي علاقه، ما يقربش، اوعى يقرب من اللي احنا بنعمله ده. اه بسم الله الرحمن الرحيم. انا وانا بعملها بفركها، لو حسيت انها عايزه سمنه تاني طبعا هحط لها، لان هي الكنافه سمنه، الكنافه يا حبايبي سمنه الحقيقه. افركها كلها الاول في بعض، حسيت انها هي لسه محتاجه شويه سمنه هحط. طبعا لما تبقي مدفيه السمنه كده حاجه بسيطه تبقى احسن، احسن من انك تحطيها طبعا ايه بالبرطمان على طول. بصوا انا حسيت انها ايه محتاجه شويه سمنه، كان عندي شويه السمنه السايحين دول حطيتهم، اقل من ربع كيلو من ربع كوبايه. معلش هي بتحتاج فعلا، ما بيقولوا بقى حلويات رمضان وبنتخن وبنعمل ليه بسبب العمايل دي. بصوا عايزه بقى ايه كومنتات وتعليقات وحاجات حلوه، انا مبسوطه قوي من الكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه لي والله العظيم في الكومنتات. ربنا يا رب يجازيكم خير ويبارك لكم ويوفقكم جميعا ويرزق الناس كلها ويوسع عليها يا رب. الايام المفترجه اللي احنا فيها نكتر بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، نكتر من الصلاه والدعاء، ربنا يتقبل مننا جميعا يا رب ان شاء الله. بصوا يا حبايبي بقت عامله ازاي، بصوا بصوا ايدي سمنه، هي بتبقى كده، لو سمنتها قليله هتنشف منك وهتبقى مش حلوه، وتاني يوم مش هتعرفي تاكليها، فلازم تخدميها كويس. تقسميها كده، تفركيها كده.
بصوا يا حبايبي، خلاص انا فركتها كويس قوي. اي بصوا عامله ازاي، زي الرمل لما ايه يبقى مندي كده. بصوا ايدي بس كده. بعمل ايه بعد كده؟ انا هعمل الكنافه دي، هعملها بالكريمه. تمام، الكنافه بقى انا بحب اعملها كده، افركها بالسمنه والسكر والفانيليا واسيبها يجي ساعه ساعتين مركونه. انا بحبها كده، صدقوني والله هتفرق في الطعم جدا. هسيبها كده شويه حوالي ساعه ساعتين، هعمل الكريمه واوريكم بقى هنعمل الكريمه ازاي، ونغطي دي بحاجه ونسيبها. حبايبي دلوقتي هنعمل الكريمه بتاعت الكنافه. حطيت معلقه سمنه ونسيحها. حطينا معلقه سمنه، هنحط زيها معلقه دقيق. معلقة السمنة كانت كبيرة. كده الدقيق بتاعي هنزل بيه بكوباية لبن، معلقة سمنة، معلقة دقيق، كوباية لبن. أنا معلقة السمنة كانت كبيرة فحطيت بيها نفس المعلقة، معلقة دقيق كبيرة، كوباية لبن. طيب وهي بتتقلب كده هحط ايه كمان؟ معلقه سكر. هتقولي لي يا ام امير طب ما انت حاطه سكر على الكنافه وكمان هتسقيها شربات. بس عايزه اقول لكم حاجه، لو ما حطيتوش المعلقه دي هتحسوا وانتوا بتاكلوا الكنافه ان الكريمه دلع، عشان كده بحط معلقه السكر. بصوا الكريمه بقت عامله ازاي اهي. هروح انا حاطه بقى ايه، حته قشطه محترمه، هي متجمدة بس هي هتسيح فيها حتة قشطة كده، ايه حاجة محترمة محترمة لزوم التخن. كده خلاص الكريمة بتاعتنا اهيت. هعمل ايه؟ هنزلها هنا، انا عايزاها تبرد بسرعة. بعد ما حطيت لها القشطه خلاص هحط لها ايه؟ هحط لها معلقه واحده كريم شانتيه، معلقه، معلقه كريم شانتيه بس كده. بس كده سيبها تبرد. بصوا انا بس عايزه اوريكم القوام بتاعها عشان ما تبقاش تقيله. بصوا حلو قوي كده، عشان هي لما تبرد تديك القوام اللي انت عايزاه، عشان لما الكنافه تتعمل ما تجمدش جوه الكنافه، تبقى كده كده برضو، تفضل حتى لو بيتيها تفضل سايله كده، يعني تبقى كده قشطه كده سايحه. بس انا هسيبها كده لحد ما تبرد. خلصتها ونرجع نشوف مع بعض هنعمل ايه في الكنافه بتاعتنا. بص يا حبايبي دلوقتي انا هعمل بقيه الكريم شانتيه. دي كوبايه لبن متلجه، ممكن تعمله طبعا بميه متلجه برضه، بس طبعا اللبن احلى. يعني احط عليها كريم شانتيه بس كده وهضرب. بس كده ادي الكريم شانتيه بتاعنا. بصوا اللي فضل من الكيس، انا خدت من الكيس بس معلقه واحده، احطه بقى كده في الثلاجه والكريمه بتاعتنا تبرد ونرجع بقى. بصوا حبايبي دي اول طبقه. طيب انا عايزه بقى اضغطها جامد، ممكن تضغطي بايدك جامد وممكن تجيبي صينيه اصغر تعملي كده. تضمني اكتر انها تضغط. بصوا اهي اهي تضغط هنا. بصي ضغطت ازاي، انا عايزه الطبقه اللي تحت دي تبقى مضغوطه جامد.
بصوا حبايبي، بصوا عملت ازاي صينيه اصغر بدل ما تتعبي ايدك وتعملي. نجيب بقى الكريمه بتاعتنا، بسم الله. اهم حاجه ما تجيش على ايه، على الطرف بتاع الصينيه عشان ما تتحرقش. نزلها كده، بالراحة كده عشان ما وديهاش في الأطراف، بالراحة. شايفين الكريمة عاملة ازاي؟ عايزة اوريها لكم، بس انها حطيتها في التلاجة سقعت وتخنق، يعني السمك بتاعها حلو قوي. بصوا، احاول بالراحة ما وصلش الكريمة ابدا للحروف. كده عشان هي لو وصلت للحروف زي ما احنا قلنا جوه الفرن بتسيح وبتتحرق. بصوا يا حبايبي، انا سويتها خلاص، هعمل ايه بقى؟ بس كده، بصوا ما وصلتش للحروف الصينيه. اقول لكم اعمل ايه، اجيب بقى كده واعمل ايه. بصوا، حاجز الاول قبل ما احط في النص، اعمل كده اهو، اعمل ايه، ساتر كده ما بين الكريمه وما بين الصينيه اهو كده، عشان ما توصلش الصينيه. شايفين؟ شايفين كده؟ كده اعمل ايه؟ اعمل كده خلاص. انا كده حميت الاطراف بتاعت الصينيه، هبتدي بقى احط في النص. بصوا حبايبي، طبعا ايه، نساويها كده بالراحه اهو، هنا مش هنضغط ابدا، كده بالراحه عشان الكريمه. نساوي نساوي كده، بس كده، هو ده اللي انا عايزاه. زي ما قلنا، الحته اللي تلاقيها مش مظبوطه تحطي شويه، بس كده. طبعا احنا حاطين سمنه بما فيه الكفايه، مش محتاجه سمنه على الوش ولا اي حاجه، هي سمنتها كتير، احنا حاطين حوالي كوبايه وربع، مش محتاجه نحط سمنه على الوش ابدا. هي دلوقتي عشان الجو ساقع كمان تحسي كده انها ناشفه شويه، لكن لا، هي اول ما تخش الفرن السمنه هتسيح. هندخلها الفرن، واللي فضل ده هحطه في طاسه واحمره. بعد ما احمره على النار هوريكم انا هعمل فيه ايه. ادي التليفون بيفصل مني، ادي الكنافه طلعتها وسقيتها شربات. بصوا عامله جميله ازاي، ومن جوه طريه عشان الكريمه ومقرمشه. بصوا، وده الكنافه اللي فضلت، هعمل ايه بيه؟ حط كده، حمرتها على الفطاسة على البوتاجاز. طبعا ما بتسيبيش ايدك خالص منها عشان ما تتحرقش. دي بتبقى جميلة قوي قوي قوي، برضو بقى عندك ضيوف كده بتبقى حلوة قوي قوي. التليفون بايظ خالص معايا وعمال يفصل وحاجة بقى بصراحة. هعمل ايه؟ الكريم شانتيه اللي احنا عاملينه اهوت، حاجة بصراحة بتبقى تحفة. حلوة قوي 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 للضيوف.
بس كده. دي دي الكنافة، دي عايزة اقطع لكم بس حتة منها. بصوا عايزة اقطع لكم ايه، حتة هي ما بردتش قوي بس انا عايزة اوريها لكم بصراحة. كده حاجة لوز العنب، اشوف بس حاجة وارجع. بصوا حبايبي هوريها لكم، خراشي يا خراشي على الكريمة، كريمة الكريمة الكريمة جميلة جدا جدا جدا. عايزة اوريكم بس كده شوكة شوكة. بصوا بصوا الكريمة، بصوا بصوا الكريمة، شايفين حاجة دايبة، حاجة كده دايبة جميلة جدا جدا جدا. بصوا حاجة دايبة فعلا، انا بحب ادوق الحاجات الحلوه وهي سخنه تحفه. بصوا الكريمه نازله منها ازاي، حلوه جدا جدا بالحقيقه. جربوها ان شاء الله تعجبكم باذن الله. اعملوها، كل سنه وانتم طيبين، رمضان قرب. يا رب تكون طريقتي عجبتكم، والكاسات الكنافه المتحمره دي هتعجبكم جدا. يلا يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبكم ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناه. سبتكم في امان الله، سلام عليكم.